هي خلاص كده انتهت مقاسات برشلونه من بعد رحيل كومان ومجيء تشافي. لا لا، عايز اقول لك ان الموضوع لسه مستمر، لان كومان العطله كلها ما كانتش جايه من عنده للامانه. هو كومان كان مدير فني غبي بس المشكله الكبيره ما كانتش فيه، المشكله الكبيره في اللعيبه. ما محتاجين نتفق مع بعض في موضوع اللعيبه ده، ومش بتكلم في حوار اللعيبه ده عشان حوار تشافي ولا اي حاجه، لا انا بتكلم في موضوع اللعيبه ده من فتره. بس انت لاول مره لسه تتابعني او اول مره تتفرج لي على فيديو، الاربعه ثلاثه ثلاثه بتاعتنا فيها مشكله كبيره جدا، هي مشاكل كتير بصراحه. يعني الاثنين قلوب الدفاع، اذا كان ناحيه اليمين مفترض فيه بجيرارد بيكي الاسطوره والايكون، والناحيه الثانيه مفترض ان فيه ايريك جارسيا اللي انا مش عارف لحد دلوقتي برضه احنا اشتريناه ليه. ايريك جارسيا وبيكي عندهم مشاكل كتير، يعني بيكي عنده مشاكل كبيره جدا في ناحيه ان هو بطيء، والناحيه الثانيه في شويه مشاكل كده لايريك جارسيا ان هو كل ميزته بس كمدافع انه بيعرف يمشي كرة على الارض، انما التحامات مش بياخد، كور هوائيه مش بياخد، اي مهاجم بيحطه في ظهره عادي. طيب دول اتنين مساكين بيحلها اروخو لما بيكون موجود جوه الملعب، بيحل مشاكل كتير للامانه لما بيكون اروخو موجود جوه الملعب. خلاص يعني الواد اروخو كده فرده شغاله في خط الدفاع وخلاص، اللي جنبه كده على الله واحد هيشيل التاني، ممكن واحد يشيل التاني. طب على الاطراف بقى، بصوا جوردي ألبا ناحيه الشمال بيديك ادوار هجوميه 10 على 10، انما دفاعيا بيخسح شويه لان هو دفاعيا على قده شويتين. فتخيل انت لما بيكون على قده ووراه ايريك جارسيا الوضع بيبقى كارثي الناحيه دي بصراحه. يعني الناحيه الثانيه بقى، من ساعه داني الفيش ما مشي مش لاقيين باك يمين محترم، دي حاجه احنا كلنا مقتنعين بيها ببرشلونه ان احنا ما عندناش باك يمين محترم من ساعه الواد داني الفيش ما مشي. وايه داني الفيش دلوقتي 36 سنه وعايزين نرجعه عشان خاطر مش لاقيين باك يمين، لان احنا سيرجيو روبرتو عنده مشاكل دفاعيه ومشاكل هجوميه، لان سيرجيو روبرتو اصلا لعيب نص ملعب، فلما بتحطه ناحيه اليمين بتخسر حاجات كتيره من خصائصه المفترض اللي هو بيتميز بيها. يعني وده سيرجيو روبرتو، اما ديست فالواد ديست يعني هجوميا 10 على 10 ظهير عصري، انما دفاعيا حاجه كده تريند الكسندر ارنولد، ده حاجه زي الزفت بصراحه. ده بالنسبه للاظهره، يعني شوف كل المشاكل دي بالنسبه للاظهره. لسه ما جيناش لمحور الارض سيرجيو بوسكيتس، بعيد عن ان بوسكيتس الكره لما بتتقطع منه بتروح انفراد على طول وبنلبس منها اهداف زي الهدف الاخير بتاع راديميل فالكاو في ماتش رايو فالكانو، بس عندنا مشكله واحنا معانا الكوره من ناحيه سيرجيو بوسكيتس اللي هو بوسكيتس بيمشي الكوره بسرعه السلحفه. يعني تخيل انت برشلونه ومعاه الكوره بيمشي بسرعه السلحفه، بوسكيتس هو بينقل الكوره لفرانك ديونج اللي بيلعب في مكان غير مكانه ومش بيأدي اداء هجومي كويس، بس مع ذلك مقتنعين ان هو ينفع يلعب الناحيه دي. الناحيه الثانيه بقى بيكون الاعتماد كله على جافي او بيدري لما بيكونوا موجودين ان هم يدوروا الكوره في الشق الهجومي. ليه؟ دول اللي يعرفوا يعملوا كده، لان لا بوسكيتس ولا فرانك ديونج بيدوروا الكره هجوميا. فرانك ديونج تمام بقى عنده حته الاختراق، وهي عنده من اياكس الامانه، ان هو بياخد الكره ويجري بيها ويحاول ان هو يخترق، بس اول ما بيوصل لل 18 بيجي له لاج كده ما بيعرفش يعمل ايه بالكوره، يعني هيباصي يا هيباصي يا هيباصي يا هيباصي، فبتلاقي ان هو بسم الله ما شاء الله خراطه كلها ان هو يباصي، ما بيشوطش ولا بيسجل ولا بيعمل اي حاجه خالص. عكس الناحيه الثانيه مفترض ان جافي او بدري بيتولوا هم مسؤوليه ان هم يسجلوا اهداف لو متاح ليهم التسجيل، بس احنا ما شفناش بدري بيشوط ولا جافي بيشوط، هم بيمشوا بالكوره كويس وبيباصوا كويس وخصائصهم الهجوميه بتقول ان احنا قدام حاجه محترمه. طب الاطراف، بص هو احنا من ساعه نيمار ما مشي واحنا برضه عندنا مشكله في ناحيه الشمال، حاولنا نجيب كوتينيو وحاولنا نجيب عثمان ديمبيلي فشل فشل رهيب، حاولنا نحط انطوان جريزمان هنا برضه ما نجحش، حاولنا نحط بريس وايت هنا برضه ما نجحش، فقلنا نجيب منفيس ديباي، ديباي بيقدم لك ماتشات 10 على 10 وماتشات تاني بينزل 1 و2 على 10. الناحيه الثانيه دلوقتي بقوا بيحلوها بسيرجيو ديست، شوف المأساة اللي احنا فيها يعني دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله شمال ويمين بعد ميسي مشي. طب عادي نسيبنا من كل دول، مين بقى المهاجم اللي هيحل الازمه؟ والله برضه ما فيش مهاجم، يعني قال لك لوك ديونج هو اللي هيحل الازمه اللي موجوده في برشلونه، لا مش عارف مين اللي هيحلها، لا اجويرو، بس اجويرو برجل واحده يقدر يكون هداف برشلونه. تخيل احنا يعني برشلونه في عز ما اجويرو ما كبر ومانشستر سيتي مشيته عشان خاطر هو مش قادر ان هو يجاري رتم الدوري الانجليزي، راح برشلونه هيكون هو نجم خط الهجوم الاول. ويا باشا جاي تتكلم معايا ان كومان هو كان المشكله فيه، لا كومان كان جزء من المشكله، كومان كان جزء من المشكله، المشكله الكبرى بتكمن في اللعيبه وبتكمن في الامكانيات الحقيقيه للعيبه برشلونه، هي دي الخلاصه يابا وهي دي اخرها ببرشلونه. هتقعد بقى تقول لي انت بتتكلم برضه عشان خاطر تشافي وتشافي بتعرضوا له من دلوقتي، مش محتاج كده كده هيبان اساسا جوه الملعب ان المشاكل الكبيره موجوده عند اللعيبه، حتى لو تشافي حاول يحلها باي افكار تكتيكيه برضه اللعيبه خصائصها هي هي وهتفضل تقدم نفس العك اللي بتقدمه. دي حاجه بس انا بقولها لك ليك انت عشان انت صاحبي وحبيبي، مفترض ان احنا عشره وعيش وملح مع بعض على البرنامج ده. فلو عجبك الفيديو اعمل متابعه، لو ما عجبكش انزل اشتم في الكومنتات وقول اللي انت عايزه، ده لو وصلت لحد هنا اساسا.